بسياق النشاط العملية الحثيث والمتواصل للفرق الجمركية العملياتية في مكافحة التهريب، لا سيما تهريب وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية، تمكن أعوان الفرقة المتنقلة للجمارك التابعة لمصالح مفتشي تقسام الجمارك ببرج بوعريريج بإقليم اختصاص المديرية الجهوية للجمارك بسطيف على إطر نشاط ميداني من إحباط عملية تهريب نوعية أسفرت عن حجز كميات معتبرة من المهلوسات قدرت ب 837 ألف كبسولة من نوع بريغابالين 300 ميلي جرام، تم ضبطها على إطر التفتيش الدقيق لجرار طريقي بمقطورة مموهة ومخفية بإحكام وسط شحنة من الرمال في محاولة لتضليل أعوان الجمارك والإفلات من الرقابة الجمركية. وكذلك تم حجز وسيلة النقل المستعملة في التهريب، كما تم أيضا على إثر ذلك إخطار الجهات القضائية المختصة. العملية التي تم تنفيذها تكرس يقظة وجاهزية أعوان الجمارك الجزائرية وكذا تجندهم التام والدائم في أداء التزاماتهم المهنية في مكافحة التهريب وحماية المواطن من كل ما من شأنه المساس بصحته وسلامته أو تهديد أمنه واستقراره.